اليوم يأتي هذا الشكل النضالي الجهوي، إنزال جهوي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مرفق باعتصام ومبيت ليلي، أولا استمرارا في المعركة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك ردا على الاستهدافات التي طالت أجور الأساتذة، توقيف أجور ديال الأساتذة وتوقيفهم عن العمل على الصعيد الوطني، وجهات الدار البيضاء سطات غير مستثنية من هذا الأمر، بحيث أن بلغ عدد التوقيفات بالجهة ما يفوق 30 توقيف ولا 40 حدود اللحظة، هادو فقط اللي استلموهم الأساتذة، وهناك توقيفات لم يستلمها الأساتذة قطعا حتى استلام تلك التوقيفات. المدرسة العمومية فيها ثلاثة ديال الأطراف، فيها الأستاذ وتلميذ والوزارة، الوزارة هي الضامن لحقوق المتعلم وضامن لحقوق الأستاذ، التلميذ كذلك من حقه أن يحصل على أستاذ متمتع بالحقوق باش يقدم له الرسالة النبيلة ديال التعليم. اليوم الوزارة حرمت التلميذ من الأستاذ ديالو، حرمات التلميذ من الأستاذ ديالو، حنا ما واخدينش التلميذ كذريعة أو لا كلو بها اليد، وإنما نناضل كذلك من أجل ذلك التلميذ أن ينال جميع حقوقه بتعليم مجاني، باش ما توجهش هاد الأكاديميات بحال التكوين المهني تبعتها هي الخدمات ديالها، بغينا التعليم تبقى الوزارة هي اللي شرفة عليه وهي اللي كتمولو ويخرج في الميزانية العامة ويبقى التعليم مجاني عمومي. أنا كنقول بأن التلميذ ما ضايع في كلا الحالتين، مثله مثل الأستاذ ضايع في كلا الحالتين، الأستاذ المهضوم الحق ما عندوش وظيفة عمومية هو ضايع في هذا الجانب، هذا التلميذ اللي ما عندوش مدرسة عمومية مجانية ضايع كذلك، وبالتالي خص تكاتف هاد جوج ديال الأطراف ويحملوا المسؤولية للطرف اللي كيتحمل المسؤولية اللي هي الوزارة، أن تحقق أولا أستاذ يتمتع بكل حقوقه وهذا حق ديال التلميذ، وكذلك أن تحقق مطالب ديال هاد الأستاذ وتحقق مدرسة عمومية مجانية، ماشي تلوح الكرة للأكاديميات، لأن التوظيف مع الأكاديميات الهدف منه هو أن الأكاديميات تدير بحال مؤسسة ديال التكوين المهني وتولي كتبيع الدبلومات، داك النتائج ديالهم اللي عليها النقاش غتولي باش تاخذ أنت شهادة البكالوريا غتاخذها بواحد الرسوم ديال التسجيل مستقبلا، هادشي اللي خصو يوعوا به الاسر ويخرجوا يحتجوا حتى هما على وليداتهم. توقيف مئات الاساتذه عن الاعمال وتوقيف اجرتهم، هذا ما هو الا هجوم كيدي، هجوم صوري على الاساتذه من اجل كبح نضالتهم المشروعه، نضالتهم التي بدات ولازالت مستمره. نقول للراي العام باننا لازلنا صامدين، لازلنا مرابطين من اجل حقنا العادل والمشروع، من اجل حق الشعب المغربي، من اجل الاجيال المقبله في مدرسه عموميه، في وظيفه عموميه. هذا الشكل النضالي سيستمر، وايضا هنالك ايضا تسطير برنامج الا وهو الاعتصام امام الاكاديميه.